بكم مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من عاصمة الميادين ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة في انطلاقة هذا اليوم، والخاص أيضا بسن الإذاع أبناء القبائل هنا في هذا التاريخ المميز 28 من شهر يناير لعام 2017 للميلاد. انطلاقتنا دائما تأتي ضمن التوجيهات السامية لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وأخي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وبمتابعة واهتمام كبير من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان الهيان ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. هكذا مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، ننطلق مع سن الإذاع، ننطلق مع سن الإمتاع هنا عبر قناة أبو ظبي الرياضية الثانية في انطلاقات هذا اليوم من خلال منافسات 16 شوطا تتوزع ما بين الأبكار والجعدان المحليات والمهجنات الأصايل. على بركة الله وتوفيقه تعلن أول الانطلاقات، وفي هذه اللحظات ترحيبنا بكل الحاضرين والمتابعين هنا في عاصمة ميادين السباقات، كما نرحب بجميع الأعين المتابعة عبر قناة أبو ظبي الرياضية الثانية. هكذا مشاهدين الأعزاء تعلن أول انطلاقات الأبكار الإذاع المحليات الأصايل. مسافتنا المقررة من اللجنة العليا المنظمة لهذا السباق هي 6 كيلومترات. مباشرة نسير وأتعرف على الصدارة الأولى، على المندفعة الأولى سمحة لمطر بن سعيد بن حلوة الاكتبي، من ياخذ الصدارة وياخذ المركز الأول في صدارة هذا الشوط. نقلة مباشرة إلى المركز الثاني، الوصول هنا من الظفرة لسيف غالب بن سلطان البنصوري، بينما اللي في المركز الثالث وصلت هذه اللحظات هنا من احترام عبد الله بن عبيد أيضا بن صليج الاكتبي، وصل في هذه لحظات على المركز الثالث. المركز الرابع الوصول من اللي قادمة في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء ايضا العباره اللي صالح بن احمد بن مبارك بن عيضه الهاجري، وصل في هذه اللحظات يقدم هذا الاسم، ولكن هنا ايضا الوصول من شعار مطفي في يوم الامسيات مع التزام ناصر بن راشد بن سعيد اليابري، ودخول اخر من الزاويه الاخرى من يقدم لنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام هنا طوفان لكردوس بن محمد بن سالم العامري، وصل بهذه اللحظات مقدما لهذا الاسم. هذه النتيجة، هذه الأسماء أيضا المتقدمة الست الأوائل. ناخذ المركز السابع، هذه وصلت اللي هي الشعيلة لماجد بن مصرت بن شعيفان السبيعي، وصل هنا ليقدم هذا الاسم على المركز السادس في هذه اللحظات أو السابع بالفعل. المركز الثامن اللي وصلت هذه اللحظات شاينية محمد بن زايد أبو حميد المزروعي، وصل أبو حميد شعار أيضا قادم من الغربية للمنافسة وأيضا هنا لتحديد مساري هذا الشوط بخلال هذا الاسم، ولكن الوصول وصلت الوثبة أحمد بن علي بن عمير المنصوري، وصل في هذه اللحظات يقدم الوثبة في هذه اللحظات، ولكن هنا أيضا يحمل شعار دوشة والعديد من الأسماء وشعار الطاغي وغيره من الأسماء بالفعل، شعار يتجول مع هذه الأسماء القوية، ولكن هنا القادمة في هذه اللحظات هذه اللي هي بتصغان لأحمد بن صالح بن عيد المنهالي، وهنا وصول هذه طوفان لكردوس بن محمد بن سالم كردوس العامري اللي ذعناها في المقدمة، ولكن هذه طوفان تتواجد أيضا هنا في المناطق الخلفية تبحث أيضا للاندفاع في الكيلومتر الأخير، بينما هذه اللي احتلت المركز الرابع في هذه اللحظات أو المركز الخامس هذه اللي دعناها احترام لعبيد أو لعبد الله بن عبيد بن صليج بالفعل القادمة في هذه اللحظات. هذه النتيجة وانتصفت المسافة، ولكن وين سمحة مطر بن سعيد بن حلوة الاكتبي، حلوة يا بن حلوة
حلوة يا بن حلوة مع سمحة على مقدمة هذا الشوط وعلى هذا الاندفاع القوي والتحدي المثير مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. هذه اللي ما يبنالها لها طالب الفعل مياسة سالم سلطان بن سعيد الغفيلي أيضا وصل في هذه اللحظات يقدم هذه أيضا الانطلاقة على ثاني المراكز. مياسة سالم سلطان بن سعيد الغفيلي يتواجد أيضا أحد شبابنا المضمرين عبد الله سلطان الغفيلي من يقودها أيضا في هذا الانطلاق الجميل والتحدي المثير. احترام عبد الله بن عبيد بن صليج الاكتبي وصل من الزاوية الأخرى ودخول من أيضا عبارة لصالح بن أحمد بن مبارك بن عيضة الهاجري وصل في هذه اللحظات تدخل من خلال هذا الأداء. وهنا الضفرة أيضا أخرت شوي كانت في المركز الثاني تأتي في المركز الخامس لسيب غالب سلطان المنصوري أيضا قادمة أيضا بأدائها الوثباوي الجميل تأتي في المركز الخامس. المركز السادس وصلت الوثبة أحمد بن علي بن عمير المنصوري. والمركز السابع أيضا وصول من الشاهينية محمد بن زايد محميد المزروعي أيضا يتواجد هنا مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. وصول آخر أيضا من يأتي من مع شعيلة ماجد بن مصلت بن شعيفان أيضا السبيعي يصل في هذه اللحظات. وهنا دخول من اللي هي التزام ناصر بن راشد بن سعيد اليابري وصول آخر جميل من طوفان محمد بن حمد بن كردوس العامري أيضا يقدم طوفان أو كردوس بن محمد بن سالم العامري. والوصول الآخر من اللي هي وصلت بتصوغان لأحمد بن صالح بن عيد الهاملي. هذه هي النتيجة مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام أو أحمد بن صالح بن عيد المنهالي. بالفعل المنهالي قادم هنا بتحديات سن الإذاعة سن الإمتاع. نعود إلى مقدمة الشوط نعود إلى الصدارة الأولى ننطلق في هذه المقدمة نسير مع سمحة. سمحة هذه اللي أيضا متقدم الجموع ومتقدم الكل بأداء وبنجومية كبيرة ورائعة هناك مع مطر بن سعيد بن حلوة. استراحة المحارب مع سمحة. سمحة بدأت باستراحة المحارب والراحة بالفعل اللي أيضا تنطلق في الكيلومتر الأخير. هذه هي سمحة في المركز الأول من البداية وهي في الصدارة الأولى من البداية وهي منطلقة انطلق ما شاء الله تبارك الله. بدأ الرقص مع سمحة والانطلاق مع سمحة الكل متحفظ هنا لبداية الكيلومتر الأخير. تحركات أيضا من شعار الاكتبي احترام عبد الله بن عبيد بن صليج الاكتبي أيضا بدأ يطلق لها العنان هنا على المركز الثاني والمركز الثالث. وصلت هذه اللحظات مياسة سالم بن سلطان بن سعيد الغفيلي وصل في هذه اللحظات يقدم مياسة في هذا الانطلاق القوي والتحدي المثير مشاهدينا ومتابعينا الكرام. هذه النتيجة ولكن سمحة ما زالت على الصدارة. سمحة ما زالت على المركز الأول يقدمها هناك مطر بن سعيد بن حلوة الاكتبي وشعار بن صليج على المركز الثاني. وصل الغفيلي مع مياسة الغفيلي يقدم مياسة سالم بن سلطان بن سعيد الغفيلي يأتي على المركز الثالث. المركز الثاني التغييرات التي جرت وطرت هنا مع مقدمة هذا الشوط ومع الصدارة الأولى مع المركز الأول مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام. احترام عبد الله بن عبيد بن صليج الاكتبي. هذه احترام على المركز الاول والصدارة الاولى. الاربعمائة متر الاخيرة محاولات مياسة سالم بن سلطان بن سعيد الغفيلي يأتي على المركز الثاني. المركز الثالث هناك احترام او هذه سمحة مطر بن سعيد بن حلوة الاكتبي. عودة الى الصدارة الاولى عودة الى المقدمة الاولى عودة الى المركز الاول والصدارة الاولى ومقدمة هذا الشوط مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام. هذه هي ايضا احترام عبد الله بن عبيد بن صليج الاكتبي. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار لايضا شعار بن صليج. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت في مياسه لسالم بن سلطان بن سعيد الغفيلي. المركز الثالث وصلت في سمحه لمطر بن سعيد بن حلوه. المركز الرابع هذه هي الظفره لسيب غالب بن سلطان المنصوري. المركز الخامس الشاهينيه حمد بن زايد بن حميد المزروعي مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام.
هذا هو التوقيت الزمني مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، لحظات وصول ايضا هنا عباره، وهذه احترام لعبد الله بن عبيد بن صليج الاكتبي، 9 دقائق 22 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لو الناموس على هذا الفوز والانتصار، بينما المركز الثاني كانت مياسه سالم بن سلطان بن سعيد الغفيلي، بالفعل قدمت عرض رائع وجميل، 9 دقائق 23 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، بينما سمحه من احتلت المركز الثالث مطر بن سعيد بن حلوه الاكتبي. حلوه يا بن حلوه، بالفعل اداء كبير وتحدي مثير، يرت الشوط بالفعل من البدايه حتى ايضا هناك 800 و600 متر الاخيره، لتاتي في المركز الثالث ب 9 دقائق 27 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمطر بن سعيد بن حلوه الاكتبي، تهانينا والناموس للجميع. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام، اول اشواط الايداع ينتهي وايضا يذهب لمالك احترام عبد الله بن عبيد بن صليج الاكتبي، تهانينا له والناموس على هذا الفوز.